مرحبا الساعة عوير موجودين وين بعد في جميرة قلب دبي النابض بالحيوية والجمال قلب دبي النابض بالحيوية والجمال جميرة شارع رقم 1 وهذا مركز جميرة الطابق الأول مركز أركادية الطبي المهتمين بالبشرة خلكم تابعين العروض الطيبة اللي مقدمينها مركز أركادية يا مرحبا الساعة ما توصل العيادة لازم تيجي غرفة الاستشارة أكيد. عشان الدكتور يشوف وش عندك ويحدد لك طول اللي بعمرك علاجك يلا روحني يلا بسم الله دكتور ما عندك دواء للحب يلي صبات الحب صادنا والله شوف للحب ما عندي وإذا لقيت خبرني بعدين ما تلاقي للحب تعال لعندي لأنه جبت لك دواء لتساقط الشعر حليت لك الموضوع بعد ما تساقط شعري خلص يا سلام هذه بلازما تساقط الشعر خلال اسبوع يتوقف عندك التساقط انا جربت هذه الابره وامورها طيبه ويقول لك التجربه خير برهان دكتور عطى المتابعين طول اللي بعمرك فائده هذه الابره هاي الابره بتزيد الترويه الدمويه على جذر الشعره وبالتالي بيوصلوا كميه اكبر من الدم والاكسجين وبيقدر يطرح الفضلات بشكل اسرع بصير صحي اكثر عم نعطي معها كمان شيء مغذيات فيتامينات وبروتينات واحماض وكل شيء يعني بيلزم الشعره بنعطيه سوا مع هذا وبتكون نتائج كثير منيحه اول جلسه بينت عندي النتيجه الحمد لله توقف التساقط نهائيا الحمد لله يعني لازم انت تخبرهم بقى سعر الجلسه كم هلا 1500 ان شاء الله ما في خصم هذا خصم لك هذا خصم لمتابعينك اصلا يجيب بعدك شوي كمان شوي كمان يلا 1400 1400 1400 لمتابعينك لمدة أسبوع هو 2500 ايه هلا 1400 لمدة 1400 لمدة أسبوع بعد أسبوع يرجع السعر 1500 إن شاء الله يا سلام سلم الله حي دكتور ما عندك دواء للحب عند التساقط دور 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 علي هذا وياك تساقط شعره له زين العلاج بالليزر من افضل اجهزه الليزر بتحصلها موجوده في مركز اركادي عاد شوف طالع معك الاسعار سعر تحديد اللحيه على 100 درهم عندهم للابط على 100 درهم وعندهم باكج طيب لازاله شعر الجسم كامل وباسعار طيبه انت اوصل طول بعمرك المركز وان شاء الله مالك الا طيبه الخاطر شوف الليزر ها ابو راشد في حراره تحس بشيء امور كلها طيبه غرفة العلاج بالليزر لتحديد اللحية وعندك هذه غرفة العلاج بالليزر خاصة بالليزر الكربوني نعم وبسم الله دوكم 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 انت عبوك انت تروم تسبح بقاس تروم تبرك التيزر يا حرام يا ما خالد استماد منك انت انت يا بوي قمنس قمنس عبد الله خير قمطم ان الله جميل يحب الجمال انت وين الجمال من وين طلعت الجمال انت من درس لين درس قمنس اسمع اسمع فوائد الليزر الكربوني ازاله الخطوط سد المسامات نضاره للبشره يجيب طول بعمرك هذا الفحم يخلوه على الويه ويجيب هذا الليزر الخاص بالليزر الكربوني يا سلام سلام نضاره يعطيك ما بعدها نضاره نضاره نقول لكن هذا ما يخوز منه هذا يا جماعه اجراء الليزر الكربوني شوف ما شاء الله البشره كيف تطلع نضاره فول نضاره سابقا كان سعر الجلسه 500 حاليا سعر الجلسه على 200 ويا مرحبا بكم الله حي العرب رمضان قرب نعم وفي رمضان تستوي الجمعات الطيبه اي ويا الاهل نعم نعم وعند الربع والرمسات وعاد انت ما يستوي تصير هناك وويهك يكون اكلح لازم شويه تعدله يوم ما يكون ويهك يضوي ضوي يا سلام وما انصحك الا انت يا مركز اركادي وتسوي هذا الهايدروفيشل الهايدروفيشل بست خطوات اصبر شويه ابوي اقول لك تستا تعرفين الجلي؟ يس الاحمر ها الاحمر ابا يوم يشوفوني لوادم مره هناك يحسبوني جلي محمر اوكي كنت اضحك ابا ابيض بعد ابا احمر رد احمر شويه سوي شغله شموي تعرف يا ان رمضان تو تجمعات ابا مره اهلي ما يعرفوني يحسبوني جلي ياكلوني خليك متابع وشوف عندي خطوه خطوه الهيدروفيشن بست خطوات سوا الخطوة الأولى بالهيدروفيشل ينظفوا لك البشرة وبعدين يسوي سكراب مواد خاصة هذه المواد شايف هذه مواد خاصة لتنظيف البشرة والثاني في الهيدروفيشل تقشير الألماسي وإزالة الخلايا الميتة المرحلة الثالثة شفط الشوائب مع الترطيب العميق شفطت لي غزوزي ما هات ليه تكتب تحمر أبا أحمر زين شوفني أحمريت بهد مرة مرة أحمر أبا قد يرد رد ريد
جلي جلي تعرفين الجلي هاي اللي تراها ترهمز الجلي هذا سمسم جلي هي ابا ابا قد يشربها احمر مره ابا ربيع يوم ياكل يحس بني انا ياكلني انا ما يفجرها للجلي وينها والرابع إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء شايفين هذا المنقاط يخطفوه على الويه كامل أي رؤوس سوداء بيضاء يشلوه المرحلة اللي قبل الأخيرة المرحلة الخامسة التدليك وتغذية البشرة بالسيروم المغذي يخلي طول بعمرك هذا السيروم بعدين يجيبوا هذا الجهاز ويتموا يدلكوا على الويه تقريبا لمدة 5 إلى 7 دقائق المرحلة الأخيرة قناع الذهب مع الكولاجين بعد ما سوينا هيك الخطوات الخمس كلهن الويه تحصله لابق يخلوا لك هذا القناع طول بعمرك يهد البشرة يبرد على الويه لمدة تقريبا ربع ساعة نعم فهد وينك ها وين أقول لك كم سعرها هالجلسة يا ستلتعة الصبح أول كانت على 500 زي والحين وتو عرض خاص على 300 درهم 300 على 300 الحمد لله سوى تحت سوى أبي سوى إذا الله خير مسوي باقة حلوة اسمها السوبر هيدروفيشل زين وش موجود فيها هذا طول بعمرك يسوي لك 6 خطوات الهيدروفيشل اللي سويناها قبل شوية زيدوا فيها جلسة الميزو عاد وش فائدة الميزو وش؟ يعطيك طول بعمرك نضال البشرة هذا الميزو عبارة عن فيتامينات وبروتينات ومضادات أكسدة يا سلام يسوي على البشرة سابقا كان سعر الجلسة 900 درهم حاليا على 450 درهم يعني تسوي 6 خطوات الهيدروفيشل اللي سويناها قبل شوية زائد هذا الميزو على 450 درهم يا سلام سوى كابتشر بعد هذا الفيديو يا مرحبا بكم في مركز أركادي.